السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ننتقل إلى الحصة الثانية. سعيد باللقاء مجددا بكم في هذه الحصة من مادة القانون التجاري. تحدثنا في الحصة السابقة عن مفهوم القانون التجاري، عن تطور التشريع التجاري بشكل مستعجل وبشكل بسيط ومختصر، تطور التشريع التجاري في العصر القديم وفي العصر الوسيط وفي العصر الحديث. وقلنا في العصر الحديث أن المغرب عرف تطورا للتشريع التجاري تميز بأربع مراحل عموما. تطور التشريع التجاري في المغرب بصفة عامة هي مرحلة ما قبل الحماية، مرحلة الحماية، مرحلة الاستقلال وإلى حدود سنة 1996، ثم مرحلة ما بعد سنة 1996. وتحدثنا عن مرحلة ما قبل الحماية، قلنا أنها تميزت بسيادة الفقه الإسلامي والذي كان يتضمن أيضا الأعراف المحلية التي كانت أعرافا منظمة لها هيبتها ولها سلطتها في تنظيم العمل التجاري. وقلنا أن العمل التجاري عرف تنظيما ذاتيا له من طرف طبقة التجار والمهنيين، تميز بمفهوم أمين الحرفة. هذا الأمين الحرفة الذي كان شخصا يعتبر شخصا مشهودا له بالنزاهة وبالاستقامة وبالمعرفة العميقة لقواعد هذه المهنة وقواعد هذه الحرفة، فكان هذا الأمين هو الذي يرجع له عند الاختلاف سواء وعند النزاع، سواء وأن كان هذا النزاع بين التجار أو بين المهنيين فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من المتعاملين معهم. ثم أيضا عرف هذا التنظيم كذلك كان يعرف مؤسسة مهمة أيضا من المؤسسات التي عرفها الفقه الإسلامي، وهي المسمات بمؤسسة الحسبة. وقلنا أن هذه مؤسسة الحسبة أو المحتسب كان له دور مهم في زجر الغش، في مراقبة السوق، مراقبة الأسعار، مراقبة قواعد المنافسة والحرص على تطبيق قواعد المنافسة الشريفة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم العمل التجاري عموما. ثم جاءت الحماية أو المرحلة الاستعمارية. في المرحلة الاستعمارية، وكما تعلمون المغرب ابتلي باستعمار من نوع خاص، فعلى خلاف كثير من الشعوب ومن الدول التي عرفت استعمارا واحدا، فقد عرف المغرب تقطيعا لأوصاله من خلال استعمار بدأ أولا من اقتطاع جزء منه من طرف المستعمر الفرنسي عندما استعمر الجزائر، وذلك قبل الاستعمار الفعلي بسنوات، من أنه جزء من المغرب تمت إضافته إلى المستعمرة الجزائرية في ذلك الحين قبل. ثم في 1912 عرف أو قبلها عرف المغرب سيطرة للمستعمر على بعض موانئه وبعض مدنه الأساسية، نذكر سبتة ونذكر مليليا المحتلتين وغيرهما من المواقع المهمة. ثم عندما وبطبيعة الحال عندما تم تفعيل اتفاقية سايكس بيكو، عرف المغرب تمزيقا كما قلت لأوصاله، بحيث كانت طنجة تخضع للحكم الدولي، وكان الشمال يخضع للاستعمار الإسباني، ثم الوسط كما تعلمون يخضع للاستعمار الفرنسي، ثم جنوب المغرب يخضع للاستعمار الإسباني، ثم جنوب جنوب المغرب من موريتانيا وما بعدها يخضع للاستعمار الفرنسي. يعني تعلمون أن حدود المغرب التاريخية كانت تستوعب المغرب وموريتانيا وجزءا كبيرا من السنغال ومالي والنيجر، هو المغرب وبطبيعة الحال جزءا من الجزائر الحديثة. لكن هذا التقطيع بطبيعة الحال كان بهدف القضاء على أي انبعاث للأمة المغربية وأي حضور لها في المستقبل. بطبيعة الحال هذا المستعمر، وأركز الآن على المنطقة أو الاستعمار الفرنسي باعتباره كان استعمارا إحلاليا، ويريد بطبيعة الحال أن يجعل من الشعوب التي يستعمرها شعوبا فرنسية الهوى على الأقل، في انطلاق أو في إطار ما يعرف بالمنظومة الفرنكفونية. لذلك لم يكن غريبا ولم يكن صدفة أن المستعمر عندما جاء وبمجرد الشهور الأولى
قيام سلطة الحماية أن المستعمرة بدأ في وضع ترسانة مهمة من القوانين التي تنظم العمل وتنظم العلاقات البشرية داخل التراب المغربي، بغض النظر وبانفصال يكاد يكون شبه تام إن ما تعلق ببعض القواعد القانون المدني عن الفقه الإسلامي وعن التراث الإسلامي. ولذلك في 1913 قلنا الحماية كانت في 1912 فهو 1912، في 1913 عرفنا نزول قانون التزامات العقود وقانون العقاري والقانون التجاري الذي نظم القانون التجاري ونظم جزءا مهما من قانون الشركات. إذن في 1913 كان هناك صدور للقانون التجاري الذي أصبح ينظم العلاقات بين التجار، على غير طبعا الحال القانون العقاري الذي اهتم بتحفيظ الأراضي، وعلى غير القانون المدني أو قانون التزامات العقود. بطبيعة الحال كان الغرض من ذلك هو بناء منظومة مجتمعية جديدة يعني مختلفة عن السابق، ثم كان الغرض من ذلك أيضا التمكين للمعمرين والمستوطنين الفرنسيين من أن يجدوا أرضية قانونية تشبه إلى حد كبير أو إلى حد التطابق الأرضية القانونية التي تركوها في بلدهم الأصلي فرنسا، إلى غير ذلك من الأغراض الاستعمارية. إذن هذه مرحلة الحماية باختصار شديد. مرحلة الاستقلال إلى حدود سنة 1996، ما شهده المغرب في هذه المرحلة هو أمر الحقيقة غريب نوعا ما، وهو أنه تم الاحتفاظ بالترسانة القانونية في مجملها التي تركها المستعمر الفرنسي، وتم تعميم هذه الترسانة على المناطق التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، معنى أنه لم يكن هناك تغيير كبير في المنظومة القانونية. بحال كانت هناك قفزة مهمة تعلقت بنظام التقاضي وبنظام مغربات وتوحيد المحاكم، وهذه كانت مهمة. كانت هناك أيضا قفزة مهمة فيما يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية يعني مدونة الأسرة حاليا، ولكن في غير ذلك من كانت هناك بعض القواعد المتعلقة بالمجال البنكي، بعض القواعد، ولكن عموما الترسانة القانونية بقيت هي سواء ما تعلق بقانون الزمان العقود أو بالقانون العقاري أو بالقانون التجاري أو بغيره من القوانين، بقيت تلك المنظومة التي ورثناها عن عهد الاستعمار. الإشكال الذي كان في هذه المنظومة، بالإضافة إلى أنها منظومة يعني منبتة منقطعة بعيدة عن استثمار تراثنا الفقهي، عن استثمار ما نعرفه من أعراف وما نعرفه من قواعد نظمت شؤون حياتنا، وكانت غير مرتبطة بتطور طبيعي عرفه المغرب وعرفته المعاملة التجارية مثلا وغير ذلك. تحدثنا عن القانون التجاري، معنى أنها كانت بشكل فجائي وشكلت صدمة منبتة عن الواقع المغربي ومرتبطة بالدرجة الأولى بواقع المستعمر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الجمود الذي عرفته هذه المرحلة من الصغر إلى 1996 جعل هذه القواعد في كثير منها بالرغم بعض الرتوشات بين قوسين البسيطة التي لحقتها، جعلت هذه القواعد متهالكة متقادمة لا تفي بالغرض والمقصود الذي هو تسهيل وتيسير أمور الناس وتبسيط عمل الناس، لا تعقيده بقوانين صعبة. وبطبيعة الحال ما يزيد الأمر تعقيدا أن بعض هذه القواعد كان يحيل على قوانين فرنسية تم تغييرها وتم استبدالها، فيقع القاضي ويقع الدارس للشأن القانوني في حيرة من أمره أية قاعدة يحيل عليها القانون المغربي بعد أن تم إلغاء تلك القاعدة التي يحيل عليها في القانون الفرنسي أو تم تغييرها واستبدالها، هل تكون الإحالة للقاعدة القديمة أم للقاعدة التي تغيرت، إلى غير ذلك من الإشكالات والتعقيدات التي كنا في غنى عنها في هذه المرحلة. لكن ما وقع هو أنه الواقع لا يقف ولا يخضع لأهواء أي منا،
وإنما هو يفرض علينا التغيير حتى إذا لم نمارسه برغبة وطواعية. الذي وقع هو أنه القواعد القانونية خاصة نتحدث الآن عن مجال القانون التجاري والتي تنظم العمل التجاري أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مسايرة النمو الاقتصادي العالمي وغير مقادرة على مسايرة التطلعات المواطنين وتطلعات طبقة رجال الأعمال وتطلعات المستثمرين. وسبق هذه المرحلة 1996 سبق هذه المرحلة إرهاصات تدعو إلى التغيير وتلح عليه. من هذه الإرهاصات ومن هذه الدوافع التي فعلا تقول أن القانون التجاري بشكل القديم يشكل كوابح أساسية هو أنه في 1983 شهد المغرب ما عرف بأزمة كبيرة على المستوى المنظومة المالية الاقتصادية للبلد أدت إلى ما عرف بسياسة التقويم الهيكلي. سياسة التقويم الهيكلي التي دخلها المغرب والتي تشمل مجموعة من الإجراءات وترسانة من العمليات المصرفية والعمليات النقدية والعمليات الاقتصادية كانت تشمل ضمن ما تشمل تنصيصا على تغيير القواعد القانونية المنظمة لمجال الأعمال. ولذلك المغرب بدأ في تغيير القواعد القانونية المتعلقة بمجال الأعمال وبدأت هناك حركة تشريعية جديدة لتغيير هذه القواعد القانونية. في 1993 بدأ تم تغيير القانون البنكي، ولكن قبلها بطبيعة الحال كانت هناك محاولات لتغيير القانون التجاري. فشكلت لجنة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة لتغيير المنظومة القانونية التجارية، تم وضع تصور العام، بل تم وضع القانون المتعلق بالشركات وبالقانون التجاري، لكن في آخر المطاف بقي هذا المشروع على الرفوف ولم يعرف لأسباب مجهولة لم يعرف سبيله إلى المجال التشريعي والمجال التطبيق العملي. الذي وقع أنه في إطار متابعة المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ المغرب لبنود التقويم الهيكلي تمت الإشارة في تقارير صندوق النقد الدولي وغيرها من التقارير، وتمت الإشارة أيضا من طرف المستثمرين ورجال الأعمال خاصة في أمريكا وفي غيرها، تمت الإشارة إلى أن المغرب بهذا القانون التجاري الذي ينظم العمل التجاري هو قانون متخلف لا يساعد ولا يشجع الاستثمار ولا يشجع العمل التجاري في البلد. ولذلك كان هناك توجيه ملكي طبعا من الملك حسن الثاني رحمه الله بضرورة الإسراع بإخراج قواعد القانونية المتعلقة بالقانون التجاري وقبلها بإخراج ما عرف ويعرف وتعرفونه جميعا بالمحاكم التجارية كمحاكم تستقل بالنظر في القضايا والقضايا التجارية التي حتى وهذا طبعا الحال كان مطلبا للمستثمرين الأجانب بالخصوص، لأنه هذه المرحلة هذه بطبيعة الحال كان القضاء في المغرب يعرف فعلا مجموعة من المشاكل ومجموعة من التعقيدات ومجموعة من طول الإجراءات وطول المسطرة، وأصبحت مجموعة من الأمور التي كانت معابة على القضاء المغربي في ذلك الحين بشكل كبير، فأريد للمجال الأعمال أن ينفذ بجلده ويخرج من هذه الصورة القاتمة بشكل ما للقضاء وبطبيعة الحال يعني ويستقل بتنظيمه حتى لا يعرف رجال الأعمال عند وقوع نزاعات تلك التعقيدات وتلك المساطر المستهلكة للوقت وللجهد وللمال. وبطبيعة الحال كان إنشاء المحاكم التجارية التي عرفت تطورا متتابعا، ثم جاءت من بعد ذلك تم وضع تشريع جديد ومدونة التجارة وأيضا تشريع يتعلق بالشركات التجارية. بطبيعة الحال هذا التشريع هو بطبيعة الحال كان مهما وأساسيا، لأنه
شكل دخولا للمغرب في العصر الحديث من الناحية القانونية فيما يتعلق بالعمل التجاري وبتنظيم العمل التجاري، خاصة نحن نعلم أنه لقى أن المجال التجاري عرف تطورا هائلا في نهاية القرن، خاصة في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن، لا علاقة له بالعمليات التجارية التي كانت تنشأ أو التي كانت ناشئة في القرن التاسع عشر التي رسم فيها القانون التجاري السابق على ضوئها وعلى ضوء تلك العمليات. ومن أبرز طبيعة الحال هذه التغييرات الكبيرة التي تعلمونها ما يعرف بدخول المجال التجاري أو مجال التكنولوجي في المجال التجاري. قطاع الخدمات أصبح قطاعا أساسيا في القطاع التجاري، التجارة الإلكترونية أصبحت مجالا مهما وأساسيا لم يكن حاضرا ولم يكن مستحضرا في النظام السابق. أيضا العمل التجاري لم يصبح عملا يعني بسيطا وإنما أصبح عملا معقدا وارتبط بغيره من بكثير من التقنيات والتعقيدات التي التي بطبيعة الحال يعني هي يعني ترتبط بالمجال التجاري وبالمجال الاقتصادي عموما. في هذا الإطار نتساءل عن هذا القانون التجاري الحالي المغربي الذي ينظم القواعد القانونية المتعلقة بالمجال التجاري. القانون التجاري عموما إما أن يركز على التجار كطبقة متميزة منفردة مستقلة عن غيرها من طبقات المجتمع، فيكون قانونا يحرص بالدرجة الأولى على تنظيم طبقة التجار، وبذلك يكون هذا القانون يستحضر ما يعرف بالنظرية الشخصية، أي النظرية التي تجعل من التاجر هو أساس بناء قانون التجارة. معنى وبطبيعة الحال جذور هذه النظرية يمتد إلى نظام الطوائف الذي عرفته فرنسا، بمعنى أن النظام القانون التجاري هو قانون مهني يخضع ويخضع بالدرجة الأولى إلى أعراف وعادات والنظم التجارية التي يعرفها أو تعرفها مجال معين أو مهنة معينة بطبيعة الحال. وكما يعني يقول ليون كان إن القانون التجاري ليس قانون مهنة معينة أو عدد من المهن المعينة، بل إنه هو قانون طبقة اجتماعية هي طبقة البرجوازية الرأسمالية. إذن بمعنى أنه يستحضر أن القانون التجاري هو قانون الذي ينظم طبقة معينة أو على الأقل ينظم مهنة معينة وطائفة معينة من الناس. هذه النظرية الشخصية. النظرية الموضوعية هي النظرية التي تنظر إلى موضوع الأعمال التجارية كأساس لأساس القانون التجاري، بمعنى أن القانون التجاري هو قانون ينظم الأعمال التجارية بغض النظر عن من قام بها، يعني أنه ينظر إلى العمل التجاري بغض النظر عن العمل عن من قام به، بمعنى أنه العمل الذي يعهد أو الذي يتم النظر فيه بواسطة القانون التجاري هو العمل التجاري، سواء قام به التاجر أو قام به غيره. وبطبيعة الحال هذا الأمر يتميز عن النظرة الأولى نظرية الشخصية التي تقول أن القانون التجاري هو القانون الذي يهتم بتنظيم طبقة التجار. وبمعنى هنا بمعنى أننا هنا في النظرية الشخصية نتابع العمل الذي يقوم به التاجر فيخضع للقانون التجاري، سواء كان هذا العمل عملا مدنيا أو عملا تجاريا. طبيعة الحال هذا في الموقف المتطرف من هذا البعد. سوف نرجع لاحقا إلى هذه النظرية بشيء بسيط من التفصيل، النظريتين التي تحكمان مفهوم القانون التجاري. عموما القانون التجاري في المغرب وكما تشير إلى ذلك المادة الأولى يقول أنه ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار. وكأن القانون عندما ينص في هذه المادة على أنه ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار، نحس أن هذا القانون لم يتطرف
أو لم يجامل نظرية على حساب نظرية أخرى لم يتطرف في اتجاه الأخذ بنظرية الشخصية ولا بأخذ بنظرية الموضوعية دون غيرها، بل أنه يمكن أن نقول منذ الوهلة الأولى أنه يزاوج بين النظريتين، النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، ما دام يتحدث أن هذا القانون ينظم الأعمال المتعلقة أو القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية وبالتجار. نلمس من ذلك ونحن نتحدث عن القانون التجاري أنه ينبغي أن نتحدث عن أي مجال ينظمه هذا القانون التجاري. قلنا قبل يعني أو في الحصة السابقة قلنا أن القانون التجاري هو القانون الذي ينظم العمل المتعلق أو المجال المتعلق بالتجارة، وقلنا أن التجارة في مفهومها القانوني هي مختلفة عن التجارة في مفهومها الاقتصادي. فإذا كانت التجارة في مفهومها الاقتصادي تعني عمليات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، فإن التجارة بمفهوم القانوني تتعدى ذلك لكي تشمل جميع المناحي الاقتصادية المتعلقة، سواء كان الأمر يتعلق بعمليات البنوك أو يتعلق بعمليات بناء العقارات أو يتعلق بعمليات الصناعة أو بعمليات التعدين أو بعمل الخدمات أو بغيرها من العمليات أو بأعمال والأنشطة التي ترتبط بالمجال الاقتصادي. لذلك يمكن أن نقول أن مجال القانون التجاري يشمل مساحة واسعة، هذه المساحة تمتد إلى أن نقول أن هناك المجال المرتبط بالمؤسسة التجارية والمجال المرتبط بمحيط هذه المؤسسة. إذن مجال القانون التجاري يرتبط بالمؤسسة التجارية وبمحيط هذه المؤسسة، بمحيط المؤسسة التجارية. بطبيعة الحال هذه المؤسسة التجارية قد تكون شركة، قد تكون مقاولة، قد تكون مقاولة فردية، قد يكون، المهم أنه يعني هناك مؤسسة، هناك تنظيم بشكل عام. إذن في تنظيم العمل التجاري نجد أن مجال القانون التجاري هو مجال متسع يشمل المؤسسة التجارية، والتي نجد فيها بالخصوص القانون التجاري كما بالمفهوم الحرفي من القانون المستمد بالدرجة الأولى من مدونة التجارة، ثم نجد أيضا قانون الشركات، ثم نجد أيضا يعني القانون يعني المحاسبة، ثم نجد ايضا قانون الافلاس او نقول يعني قانون يعني يمكن نقولوا يعني نظام صعوبات المقاوله، ولو انه يندرج ضمن يعني قانون الافلاس بصفه عامه، ولكن حتى يعني نزيل اي اشكال نقول نظام صعوبات المقاوله. ثم نجد ايضا قانون المتعلق بالملكيه الصناعيه وبغيره من القانون الملكية الصناعية وغيره من القوانين المرتبطة بالمؤسسة التجارية واللصيقة بها. لكن هذا لا يكفي للإحاطة بمفهوم القانون التجاري بمفهومه العام، فلا بد أن ننظر إلى أن هناك قوانين أخرى هي مرتبطة بالمؤسسة التجارية، توجد في محيط هذه المؤسسة، ترتبط بها هذه المؤسسة، تحتاجها هذه المؤسسة دائما في عملها وبشكل يكاد يكون يوميا. من بين هذه القوانين القانون البنكي، قانون التأمين، قانون المنافسة الذي ينظم بطبيعة الحال يعني القواعد المتعلقة بالمنافسة بين التجار فيما بينهم، ثم القانون الضريبي، قانون الضريبي، قانون الاستهلاك،
نعلم أن حماية المستهلك خاصة مع التطور التجاري والصناعي أصبح أمرا ملحا وأساسيا، ويعني جميع القواعد أو جميع الدول تسعى إلى تكريس قواعد قانونية تتعلق بحماية المستهلك. أيضا بطبيعة الحال قانون البورصة، قانون النقل، قانون البورصة بطبيعة الحال هو مرتبط بالقانون البنكي أو قانون المالي بصفة عامة، قانون النقل إلى غير ذلك من القوانين. طبيعة الحال القانون النقل سواء تعلق القانون النقل بيني سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، كذلك طبيعة الحال لا ننسى قانون مهم طبيعة الحال هو قانون الجنائي، حيث أن هناك جرائم اقتصادية والتي هي جرائم متعددة وكثيرة ومتنوعة، كذلك أيضا يعني لا ننسى أيضا قانون متعلق بوسائل الأداء والائتمان إلى غير ذلك من القوانين ومن النصوص القانونية التي هي توجد في محيط المؤسسة التجارية وترتبط بها هذه المؤسسة. ما الذي نستنتجه من كل هذا؟ نستنتج أن القانون التجاري هو قانون يمكن أن يضيق بشكل كبير ليشمل فقط القانون التجاري المتعلق بمدونة التجارة، ولكنه في هذه الحالة لا يستوعب تنظيم العمليات التجارية كلها، ويمكن طبيعة الحال أن يكون مجالا يكاد يكون مطابقا لما يعرف بالقانون الاقتصادي أو بقانون الأعمال. إذن بشكل عام هذا هو مجال القانون التجاري، المجال الذي تتحرك فيه المؤسسة التجارية وتحتاجه المؤسسة التجارية. لكن هذه القواعد التي تنظم المجال التجاري والتي استقلت في أول ما استقلت عن القانون المدني الذي يعتبر دائما هو الشريعة العامة، لكن هذا الاستقلال لم يقف عند هذا الحد، بل وجدنا كما لاحظتم قوانين متعددة تنظم المجال التجاري بشكل كبير وبشكل يتسع يوما عن يوم لتظهر قواعد وقوانين أخرى ومتعددة، القانون الرقمي وغير ذلك من القوانين التي تتناسل يوميا وتشكل لأنها تشكل وحدة منفصلة منعزلة عن باقي الوحدات القانونية، التي بمعنى أن تصير لهذه الوحدة هوية خاصة بها، قواعد خاصة بها تبرر استقلالها عن القانون الأم. لكن عموما ما الذي يجعلنا نذهب نحو هذه الاستقلالية ونحو هذا التفرد الخاص بالقانون التجاري؟ نميز أو نفهم ذلك من خلال أمرين اثنين، من خلال الحديث عن مميزات القانون التجاري، ومن خلال الحديث أيضا عن خصائص القانون التجاري. عندما يتعلق الأمر بمميزات القانون التجاري، نجد أن القانون التجاري في بنيته وفي قواعده الأساسية يركز على ثلاث عناصر مهمة وأساسية. طيب هل هناك بعض العناصر الأخرى، ولكن نقتصر على هذه العناصر الأساسية. أن القانون التجاري وبطبيعة الحال هذه العناصر هي مرتبطة بطبيعة العمل الذي ينظم هذا القانون، بطبيعة التجارة، أن هذا القانون التجاري يتميز بمميزات تمتاز بها التجارة، وهو اعتماد التجارة على السرعة. العمل التجاري ليس مثل العمل المدني، هو عمل يتميز بالسرعة الفائقة، فالسرعة والزمن له ثمن في المجال التجاري. في المفهوم الاقتصادي الدقيقة لها وزنها، وتعلمون جميعا
ولاحظتم ذلك ربما في طبيعة الحال إذا يعني سواء في بعض الأفلام أو في بعض المعلومات التي لدى البعض منكم، أنه كيف تتغير أسعار الشركات بين دقيقة وبين أخرى، بين فينة وبين أخرى، وفي لحظة زمنية فارقة قد يشكل فيها الفرق الزمني البسيط إما ربحا هائلا أو خسارة مدوية. ولذلك التجار المشتغلون بالعمل التجاري ليسوا في ساعة من أمرهم ولا يأخذون الأمر، بل إنهم يقدرون قيمة الوقت وقيمة الدقيقة. ولذلك كما ذكرنا قبل قليل أن المحاكم التجارية كان من بين الدوافع الأساسية ل دخول المغربي في تنظيم وجعل هذه المحاكم المتعلقة بالعمل التجاري مستقلة عن غير المحاكم، هو العمل على أن تكون هذه المحاكم سريعة في مباشرة القضايا وفي تنزيل في إصدار الأحكام، ثم في تنفيذ عملي على تنفيذ هذه الأحكام، لأنه الأمر لا يمكن أن يبقى النزاع كما هو في بعض المجالات الأخرى، ولو أن هذا لا يستقيم في أي مجال. فمن علامات العدالة وعدالة النظام القضائي من بين علامة العدالة أن تكون هناك سرعة في الفصل في الخصومات، لكن في المجال التجاري يصبح الأمر آكد وأشد ضرورة وإلحاحا. إذن في هذا المجال، مجال القانون التجاري، لابد أن تكون القواعد ملائمة لخاصية والمميزة الأساسية للتجارة، أنها تعتمد على السرعة. أيضا هذه التجارة تعتمد على أمر آخر مهم وأساسي، الائتمان. الائتمان الذي يشمل مفهوما أخلاقيا ومفهوما ماليا. المفهوم الأخلاقي يرتبط بالمعنى اللغوي المباشر لكلمة الائتمان بمعنى الثقة. الائتمان من ائتمن الشخص يأتمنه، أي وثق به وصدقه وصدقه. معنى أن هذا الائتمان معنى أن التجارة تعتمد على الثقة، وهو أمر أساسي مهم. ولذلك كان من الخصائص الأساسية التي تساعد على نمو التجارة أو تساعد على ركودها هي عنصر الثقة. عنصر الثقة الذي فعلا هو الذي يحقق جانبا مهما من الرصيد المهم للتاجر والذي سوف يتعامل به التاجر، ويشكل جزءا أساسيا من ثروته الحقيقية، وهو ما يعرف بالسمعة التجارية. هذه السمعة لها عدة أسباب لتحقيقها ولتحقيق سمعة جيدة. من بين هذه الأسباب ومن بين هذه العوامل عامل الثقة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الشق الثاني هو المرتبط بالاقتصاد. هذه الثقة هي التي تجعل المؤسسات المالية تغامر بمد التاجر بأموال وبسيولة مالية يحتاجها لممارسة عملياته التجارية المتعددة، وهي التي تجعل التاجر في قارة أخرى وفي منطقة بعيدة منطقة نائية يثق بالتاجر الذي يتعامل معه، فيصدر له أو يستورد منه بضاعة معينة ويتعامل معه تجاريا. بمعنى أن التجارة تقوم على الائتمان كعنصر أساسي في تنظيم هذه التجارة وفي ازدهار هذه التجارة. المميز أو التمييز الثالث الذي يميز التجارة ويؤثر على القانون التجاري هو الطابع الدولي لهذه التجارة. الطابع الدولي لهذه التجارة. الطابع الدولي للتجارة. وهذا الطابع الدولي أيضا له بعدان أساسيان. البعد الأول هو أن العمليات التجارية هو متعلق بالعمليات التجارية، من أن العمليات التجارية لم تصبح عمليات قاصرة على بعض المناطق أو على جزء جغرافي ضيق، بل أصبحت هذه العمليات هي عمليات تسع قارات العالم، تسع أو هذه العمليات هي ما نطلق عليه طبيعة الحال عمليات دولية،
وعمليات تتسع لتشمل العالم كله. ونعلم جميعا طبيعة الحال الشركات المتعددة الجنسيات ودور التجارة البحرية ودور النقل في تعزيز هذا الطابع الدولي طبيعة الحال، أيضا دور التكنولوجي الذي عرفه يعني طبيعة الحال ظهور الانترنت والذي يعني وما أثر في الدوامة خلق ذلك من جو جديد لم تعرفه البشرية من قبل، حيث أصبحت قرية صغيرة وأصبحت البضائع تجوب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا. هذا جزء من البعد طبع الدولي. هذا الجزء أيضا أثر في أمر آخر وهو يتعلق بالقواعد التجارية أو القواعد القانونية المنظمة للعمل التجاري. هذه القواعد القانونية بطبيعة الحال أصبح لدى كثير من هذه القواعد طابع دولي، فهذه العمليات هي عمليات دولية، وبالتالي أصبح القانون التجاري يحتاج إلى أن يكون موحدا في عناصره الأساسية وفي ملامحه الكبرى، حتى لا يجد التجار عنة في معاملاتهم الدولية والتجارية. بمعنى أننا من خلال المؤسسات الدولية، من خلال منظمة الأمم المتحدة، من خلال اتفاقية الجات التي أفرزت المنظمة العالمية للتجارة، ومن غير ومن خلال مجموعة من غرفة التجارة الدولية وغير ذلك من المؤسسات الدولية، خلال صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، أصبحت القواعد التجارية هي قواعد بطبيعة الحال دولية. في كثير منها قواعد لا تختص بدولة معينة وإنما تمتد لتشمل الكون كله، لتكون قواعد تكاد نجدها متشابهة إن لم تصل حد التطابق في كثير من الدول. أيضا ساعد على هذا الأمر ظهور منظمات إقليمية مهمة وأساسية، مثلا منظمة الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تحقيق طبيعة الحال تقارب بين مختلف دولها من أجل صياغة قانون أوروبي موحد عبر توجيهات أوروبية متواصلة عبر مؤسسة البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات التي تسهر على تحقيق توحيد للمنظومة القانونية الأوروبية. المتعاملون مع الاتحاد الأوروبي مثلا ومن بينهم المغرب كشريك في درجة متقدمة يسعى بطبيعة الحال إلى أن تكون هذه القوانين التي تنظم عمل تجاري قوانين متقاربة متشابهة مع القوانين شريكه الأساسي الذي هو الاتحاد الأوروبي. أيضا كما كذلك هذه القوانين أيضا نجدها قانون الاتحاد الأوروبي نجده يتقارب مع المنظومة العالمية، المنظومة الأنجلوساكسونية بالدرجة الأولى، المنظومة الأمريكية، ويقترب من القواعد المتعلقة به، لنصل إلى أن نجد القانون التجاري في كثير من قواعده يتميز بالطابع الدولي. هذا ما يتعلق بخصائص القانون التجاري، عفوا بمميزات القانون التجاري. لنصل إلى نقطة المتعلقة بخصائص القانون التجاري. خصائص القانون التجاري يمكن أن نلمسها في بعدين أساسيين مهمين، هما البعد المتعلق بالحلول القانونية التي يقترحها القانون التجاري والتي تتميز عن القانون المدني. عندما نقول خصائص بمعنى أنها هذه الخصائص هي صفات يتفرد بها القانون التجاري عن غيره من القوانين، ونقصد بالدرجة الأولى عن القانون الأم، عن الشريعة الأم، عن القانون المدني. ثم إذن على مستوى الحلول القانونية، القانون التجاري يقدم حلولا قانونية مختلفة عن الحلول التقليدية التي نعرفها في القانون المدني. أيضا على مستوى التقنيات المستعملة نجد أن القانون التجاري يقدم تقنيات مختلفة ومغايرة للتقنيات التي ينظمها القانون المدني في العديد من المعاملات التي تشمل المجال التجاري. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الحصة. في الحصة القادمة سوف نتطرق بتفصيل لهذه الخصائص وما يراد منها، لا على مستوى الحلول القانونية أو على مستوى التقنيات المستعملة. شكراً.